السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل مصرة انها تدخل بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، فمن ضمن الخطوات اللي عملتها انها عقدت شراكة استراتيجية مع شركة اسمها ريبيلد. الجميل في شركة ريبيلد دي ان اصلها اردني، اسسها الاردنيون عام 2016، وهي عملت شراكة معاهم لان دي هيساعدها في انها تنافس في مجال الذكاء الاصطناعي، هتنافس في فكرة الشات جي بي تي، وهتنافس برضه فكرة ان يبقى مجموعة بيشتغلوا مع بعض اللي هي زي جيت هاب. طيب تعال نشوف معلومات اكتر. بيقول لك ان في 20 مليون سوفت وير كريت بيلت ان ريبيلت، فاحنا محتاجين ان احنا برضو نلقى عليها نظرة زي ما لقينا نظرة على الميت هاب الجيت هاب. وبيساعدك في كتابة الاكواد، طيب الاسعار في مجاني بزيرو دولار وانليمتد بابليك ريفالز، في طبعا 7 دولار في الشهر و20 دولار، بيديك امكانيات اقوى وبيكون اسرع. فاول ما بتدخل بيقولك ان انت تقدر تعمل شات مع الاي اي من خلال الاي دي او الواجهه بتاعتهم الاي دي اي، وفي هنا ليرن وفي شير وفي كود، ودي بعض الفيوتشرز اللي ممكن ان انت تستخدمها. الجميل في التيم من الاسامي عربية واسلامية، امجد وهايا وفارس، فما شاء الله يعني تحية للاردن. جميل تلاقي حد اسمه عمر. ما شاء الله خطوة كويسة.